خلي نعطيك أمثلة معناها باش ما نهربوش. يعني إذا كان مشينا مثلا منطقة الواد مثلا الآن فيه الجانب الفلاحي، الجانب التجاري، الجانب السياحي، وإذا كان فكرنا بالجانب المقاولات، الطالب هذا اللي يقرأ بيولوجيا، اللي يقرأ في الكيمياء، اللي يقرأ في الفلاحة، ودون ذاك راح يخمم في المؤسسة تاعه، في المزرعة تاعه، في الفلاحة تاعه. فإذا كان تكوينه معناها الأكاديمي والمهني يسمح له باش غدوة من ذاك يأسس المزرعة تاعه ولا التعاونية، فالعملية راح تكون سهلة بالنسبة ليه. ليه؟ لأن أولا عنده كيفاش نقولوا احنا التكوين اللي يسمح له باش قادر يعطي إضافة بالنسبة للتخصص تاعه مثلا في الجانب الفلاحي. كذلك إذا كان معناها سير العملية تاع المقاولاتي وأمن بهذا الشيء، فغدوة من ذاك معناها راح يأسس المؤسسة تاعه. معناها إذا كان عطينا للطالب كل الظروف وكل الفرص باش غدو يكون هو المقاول، هو المزارع، هو الفلاح. هذا مثال. إذا كان مشينا ثاني الجانب السياحي، في الجانب مثلا الاقتصاد، التسويق، في الجانب كذا، فالعملية كذلك تستدعي أن هذا الطالب غدو باش يخمم في المؤسسة تاعو السياحية، باش يقدر يستقطب العدد الهائل من، ولا ربما يكون كمحرك للعملية السياحية داخل المنطقة تاعو. وهكذا هذه بعض الأمثلة. صحيح. وين خلينا نقول ما نرجع ثاني، ما زالت يعني تحت التجربة، يعني مازالت ما صحيح صحيح صحيح. لا هو لازم فيه، يعني قلنا تحديات، انا قلنا تحديات، وانا كي نعطي الشيء هذا نعطيك مثال فقط من الجامعات التونسيه. الجامعات التونسيه فيه طلبه الان والعديد الكثير من الطلبه انه عنده بطاقه طالب مقاول، معناها في بطاقه الطالب تاعو، بما يحوي ذلك انه عنده تكوين في العديد من المواد ولا العديد في جانب المقاولات. كي نقولوا جانب المقاولات راه لازم غدوة فانا كيفاش يأسس المؤسسة تاعو، كيفاش يقدر يسلك الضرائب، كيفاش يقدر يدير لافاكسيور، معناها من أبسط الأمور. معناها في التكوينات هذه تخليه، لأن احنا حتى الطلبة تاعنا كي حتى كون معناها تتكلم له الآن على جانب المقاولة كذا، ما زال مش ممن بالشيء هذا. وانت يمن كي يخرج، كي يتخرج ثم يعود معناها رطار شوي، يزيد يخسر عام ولا عامين باش يكون روحه. إذا كان ما كانش مثلا ربما الوالد تاعه ولا ربما الإخوة تاعه راهم دايرين مؤسسة كذا، ونخذاه هذاك الفكر ثاني معناها. وهذا خاصة في الطلبة تاعنا في الواد، معناها الكثير منهم اللي واخذين الفكر المقاولاتي ولا الفكر التجاري، وفي تكوينات وين تلقى الطالب مباشرة بعد ما يتخرج يلقى راحته في الجانب مثلا الجانب التجاري، جانب المقاولاتي. وهذه عندنا العديد من الأمثلة وين أنه طلبة تعنا تخرجوا مباشرة راحوا الجانب المقاولاتي بشكل معناه سريع جدا. ليه؟ لأن البيئة وين تاع التكوين. لما لا تكون هاك البيئة الخارجية هي تكوين معناه داخل الجامعة، وين يتكون الطالب كأنه راح غدوة باش يأسس المقاولة تاعه. جميل جدا. نعم. وزيد